النهارده فقره وان شوت، لقطه طبعا ايجابيه وخبر ايجابي احنا عارفين، وهتكون من المملكه العربيه السعوديه لاستضافه كونجرس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث في نسخته ال 72 يوم 16 و17 نوفمبر. واستطاعت مصر من حظ 4 جوائز في حفل جواز الاتحاد الدولي، حيث فاز احمد الجندي صاحب ذهبيه اولمبياد باريس 2024 بجائزه افضل لاعب في العالم لعام 2024، وفاز معتز وائل بجائزه افضل لاعب ناشئ، وفازت مصر بجائزه افضل دوله، فيما فازت بطوله العالم ناشئين واللي اقيمت في مصر بجائزه افضل بطوله تم تسويها. احمد الجندي استطاع الفوز بالجائزه بعد منافسه مع بطل العالم المجري شاب بوم وبطل كوريا الجنوبيه وينت جاي جونا، كما فازت مصر بجائزة أفضل دولة في العالم بعدما حقق الاتحاد المصري إنجازات عالمية خلال عام 2024. احتكر أبطالنا أبطال مصر منصات التتويج في جميع بطولات العالم للمراحل السنية المختلفة وبطولات كأس العالم، قبل أن تختتم طبعا أو تختتم مصر الموسم الدولي بميدالية ذهبية تاريخية في أولمبياد باريس 2024 من خلال بطلنا الأولمبي بطل أحمد الجندي، بالإضافة لتنظيم مصر لبطولات عالمية على أعلى مستوى في 3 محافظات مختلفة. مصر نظمت بطولة كأس العالم بالقاهرة وبطولة العالم الناشئين في اسكندريه وبطوله العالم للباثل والترايثل في بور سعيد. واحقاق الحق يعني اتحاد الخماسي الحديث بقياده المهندس شريف العريان، اتحاد فعلا ناجح قدم كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت. المهندس شريف العريان نازل انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، كل التوفيق ليه لانه اكيد واجهه مشرفه واكيد طبعا هيعود بالنفع على مصر وعلى اتحاد الخماسي الحديث في مصر.